السلام عليكم، كل سنة وكلكم بخير يا رب وبألف صحة وسلام. تعالوا شوفوا بقى الحاجات اللي أنا اشتريتها. أنا رحت المحل اللي بيبيع حاجات بقى رمضان، وهشتري فوانيس وزينة رمضان، واشتريت حاجات كتيرة من المحل. تعالوا شوفوا الحاجات اللي اشتريتها، وهوريكم كمان الحاجات الموجودة في المحل. كان في حاجات كده اللي هي ستيكرز دي اللي بتلزق، وفي الهلال ده بينور، يعني له فيشة كده بتتحط في الكهرباء وبينور زي ما انتم شايفين كده، ومنه ألوان كتير وأشكال برضو كتير. كان المحل زحمة، ما كانش فيه وقت ان انا اصور بصراحة، فما لحقش اصور لكم حاجات كتير. وكان فيه برضو فوانيس كتيرة قوي أشكال مختلفة. دي أحدث فوانيس نازلة السنة دي 2022، وانا بقى دلوقتي كنت بختار النور. كان في اشكال كتير، في الحاجات اللي العقد ده بتاع النور اللي هو المدور، وفي اللي هو الهلال والنجمه، وفي النجمه لوحدها، وفي على اشكال فوانيس. فانا اخترت حاجه وهوريها لكم دلوقتي، وخليكم معايا للاخر وهتشوفوا الزينه اللي انا اخترتها. واخوكم برضو عندي بعد ما اشتريت الحاجات في البيت، واوريكم كل حاجه انا اشتريتها، وهنزين الشقه كلها، هنعملها كده زي خيمه رمضانيه. وجبت قماش برضو، القماش بصيته وعملت بيه حاجات كتير. وتعالوا شوفوا بس اهم حاجه دلوقتي شوفوا الفوانيس، وبعد كده بقى نبقى نشوف الشقه انا عملت فيها ايه. دي فوانيس اهي، كنت بختار فانوس انا وجنه، واحمد كان معايا وتوت على فكره، واختاروا معايا الفوانيس، وانا اخترت فانوس. الفانوس اللي هشتري في الاخر ده بتاعنا مش بتاعهم، عشان هم اختاروا حاجات تانية. كنت عمالة اختار فانوس كده، فعايزة حاجة تفكرني بايام زمان كده، ذكريات الطفولة. انا بحب الفوانيس جدا على فكرة. اللي بحب الفوانيس برضو زي يكتب لي في الكومنت بيحب انا فوانيس، وهو بيحب الفوانيس ولا لا. شايفين الفوانيس الكبيرة دي؟ برضو بحب الانواع دي، الفوانيس اللي هي البني دي بتاعت زمان، اللي هي الخشب عامله زي يا احمد. احمد وتوتا ما كانتش راضيه تصور معايا، توتا اصلا تعبانه، وادعوا لها ان ربنا يشفيها. يا جماعه تعالوا بقى عشان نعلق. حاجه جبنا ايه؟ جبنا حاجات من بنت شطات دلوقتي، جبنا فوانيس وحاجات اهي عشان نعملها مع بعض. وجبنا كمان ايه الحاجات دي، مش رمضان وهوريها لكم برضه. خليكم معانا بقى، هنقلب الشقه دي كلها بعد ما عملناها كده ونضفناها امبارح، هنقلبها بقى خيمه رمضانيه. خليكم معانا شكلها هنعمل ايه. يلا بينا. اول حاجه معانا فرشه بتاعت رمضان اهي، هنفردها دلوقتي قدامكم وهتشوفوها. سيبي بقى الحاجات التانية دي يا جنة، بعد ما نخلص فرش هنوريكم احنا جبنا ايه كمان. يعني خليكم معانا بقى، اللي مشتركش في القناة ينزل بسرعة يشترك، واللي مشترك بنشكره جدا جدا، بس يحطوا لنا لايك بيفرق معانا كتير. يلا شوف هنعمل ايه دلوقتي عشان نقلب الشقة دي كلها زي ما قلت لكم خيمة رمضانية. ويلا مع بعض، يلا يا جنة نقيس بقى. أول حاجة الفرشة، أول حاجة كده حطهم هنا. ماشي حطهم عندك على الترابيزة كده، امسك صوت جنة كده. هات بقى المقص، المقص اهو، المقص ورا اهو يا جنة، انا جبتولك اهو، اهو المقص اهو. هنقص بقى على قدها. ايوه حطهم ورا كده عشان ما يرخمناش، حطهم ورا، حط الخدايات دي كلها ورا. تعالي بقى عشان تقيسي على دي كمان، احنا قسنا على دي يا جماعه. قسي على دي كمان، قسنا عليها، حددي بقى بالمقص كده. هتعرفي يا جنة ولا جه ساعدي؟ بسرعه بقى، بسرعه كده. اللي عنده افكار برضو يكتبها لنا في الكومنت، وكل سنه وانتم طيبين. هنعملها بقى عشان الفيديو ما يبقاش كبير عليكم. انا همسك انا وجنا كده نقصها، وهنوريكم الشكل في النهائي، وهوريكم احنا عملنا ايه. وكده كنت بشطب، قصيت كل الحاجات بتاعت الانتريه، وكنت بعمل بقى الخداديات اللي هي الصغيره دي، مش خداديات اللي بتاع اللي بتتحط على الكراسي دي، بالقماشه اللي فاضت. وعايزه اقول لكم شكلها تحفه، القماشه دي متوفره في كل حته. يعني لو رحتوا اي محل بيبيع زينه رمضان هتلاقوا عنده، بتبدا سعرها من 10 جنيه وانت طالعه، بتبقى شكلها حلو قوي. احمد حلو كده، احمد حلو، حلو 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 حلو. هتقول ايه
زي ما انتم شايفين كده عملت 8 قطع قد بعض، كلهم قد بعض يعني قسطهم الاول وعملتهم قد بعض بالظبط وقصيتهم وظبطتهم. كنا فرشنا الكراسي فجينا دلوقتي بتفرش. اعملي واحده بقى في النص، احنا ما جبناش واحنا بنفرش على فكره. اعملي بقى واحده كده في النص كده، بس خلي يا طمطم دي ولا بوجي دي ولا ايدي اهي ماشي ظبطيها. ايوه كده. اعملي واحده بقى على الايد الثانيه، اعملي واحده هنا. هنوريكم الشكل في الاخر يعني الشكل النهائي يعني بعد ما عملنا. اعملي هنا بقى برضو اهو، اعملي مثلثه صح. اعملي بقى واحده كده ايه دي بتاعت بكار اسمها المعزه رشيده. ايوه كنت بتفرج عليها وانت صغيره، كانت بتفرج عليها وانت صغيره. ماشي رمضان الحد. قولوا لنا يا جماعه في الكومنت، احنا هننزله النهارده الخميس، فقولوا لنا رمضان الحد ولا السبت؟ مش عارفين لسه الرؤيه ما بنيش. اعملي مثلث ايوه كده حلو. سيبيها بقى كده سيبي. ماشي اعملي بقى واحده هنا اعملها مثلث ايوه كده شكلها جامد. خليها قصاد الثانيه، شايفه الثانيه فين؟ في اخر الايد ايوه كده. انا جينا احط واحده، فاضل اتنين بس. احط واحده فوق هنا، خليها مثلث. خلي الناحيه البيضاء ناحيتنا ايوه كده المكتوب عليه. يا بنت انت قلبه ابوجي ليه؟ قلبه راسه ليه؟ اعدليه ايوه كده كده صح كده صح ايوه كده تمام. خلي بوجي بس، خلاص بوجي هي اللي باينه. في ناس كتيره مش عارفين بوجي وطمطم زي ولادي كده، عشان هم اصلا ما كانوش بيتفرجوا عليهم وهم صغيرين، بقعد احكي لهم عنه وبوري لهم برضو على النت وبوري لهم الصور بتاعته. هم ممكن يكونوا عارفين بكار بس يعني من الشخصيات القديمه دي. انا نسيت اسم بكار. امال انت بتقول اهو نسيت اسم بكار؟ ما انت بتقول اسم حطيته. لا ده مش ظبطيها. يلا بقى عشان نوريهم شكل النهائي عشان الفيديو ما يبقاش طويل. بصوا يا جماعه هنوريكم بقى دلوقتي بوجي. جنة يا جماعه بتحط اهي الخطه ديت اللي بتاعتي مش هتبين. حط واحده شكل واحده يا حطي بقى وخلاص. هنعمل ايه؟ حطي كده، حطي الثانيه جنبها ايوه كده، مش لازم تلزقوا في بعض يعني. ودي اهي فاضل اهم حاجه بقى اشيل مفرج الابيض ده. انت ظبطي بقى ده الشكل اهو، بس مش الشكل النهائي برضو اهو زي ما انتم شايفين. عملنا هنا على اول كنبه، ودي تاني كنبه اهي عملنا عليها، وده شكل الكراسي. قولوا لنا ايه رايكم بقى. فاضل لسه حاجات اللي احنا شارينا برضو لسه هنحطها زي ما انتم شايفين اهو. ده شكل الكراسي، ودي الترابيزه دي اول حاجه. يلا يا جماعه هاتي بقيه الحاجه بقى عشان نرصها، وهنوريكم الفانوس اللي احنا جبناه. هات الفانوس هتلاقيه في الشنطه دي. اي حاجه احنا جايبين هتطلعي بقى في الشنطه دي. هي دي بتاع الفانوس اهو في قلبه اللي هي السماعي ايوه ايدي كده. هنوريله في الاخر وهنطفي النور وهنعمل حاجات جامده. خليكم معانا لاخر الفيديو وشوفونا احنا هنعمل ايه. طب سيبيه بقى دلوقتي اطفيها. طيب اطفيها في الاخر خالص، هنعمله مع النور اللي احنا جايبينه بقى. العيشه دي هنبقى نحطها البلح اهو، هنحطها ازاي مش عارفه. ايوه سيبها كده، سيبها كده اي حاجه ايوه كده شكله حلو. معانا بقى النور ده لسه هنعلقه ايوه كده اهو. بصوا هنا افتحي البتاع اللي في قلبه ده. احنا اخترنا ده، احنا ورينا لكم احنا في المحل اكتر من شكل، فاحنا اخترنا الشكل ده هو عاجبني بصراحه. ايوه حلو خليك انت في الروقان كده. حمص احمد قاعد بيعمل ايه؟ شكله متشردين جايب حرامكش وقاعد بياكل. فكيتيه يا جنة؟ جنة فكته اهو بالراحة 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 عشان بيبوظ اللمبات بتبوظ. هاتي وانا اعمله، هاتي وانا اعمله. عملته خلاص بالراحة. وهنا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده اللي هو العقد اللي احنا جبناه، على فكرة شكله جميل جدا الهلال والنجمة كده. ادعوا لي ان ربنا يشفينا، كمان عندي برد شديد قوي.
ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ان احنا جبنا زينه للجنينه وهنزين الجنينه كلها. تابعونا الحلقه الجايه ان شاء الله هنوريكم احنا بنزين الجنينه، هنجيبها من فوق لتحت بنزين الجنينه. ومش عارفه بقى نعمل في الشارع ولا لا، لو لقينا وقت هنعمل كمان في الشارع. فيها وبوي. مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين.